تونسي زعما راجل يسافر ما حبوش الراجل يطلع، والتونسي ما تحبش راجل يطلع، مع احتراماتي للشعب نحبوا شكون يكذب شكون ينافق نتبعوا فيه. الحل في مخارنا، نهار اللي نحلوا مخنا وراو الحقيقة انفاس نقولوا هاو الحل. اليوم كان تعمل استفتاء 90% من الشعب التونسي يرفض المجلس التأسيسي، وانا نعيط من الشر ما يعرف كان ينتقد حل. نعرف الحل عندكم، ما نجمش نجيب سيف سيدنا علي وننبوزيوكم. البلاد هذيا جات في دين نتاع ناس عندها مصالح شخصيه ما تبعش على بن علي، فرض سياسه حطونا في فخنا لا فايزينا ما حدش واحد يحكم فينا. هاو ما حدش واحد يحكم فينا، هاي مافيا كامله. اقل هو وقت بن علي مافيا عليها معلم، هاي مافيا بلاش معلم، كل واحد يركز من شارع. الحل في مخنا، الحل كي نحيو الدمج ونحيو امريكا جات مع هكا مع النهضه، مش بحبها تعمل امريكا تتفرج، ناس ركبوا على على الثوره ما عندها حتى مشكله تركب عليهم. والسوترات صاد قطر دي قطر سان بيرو امريكان اللي ما تجمش تعملوا برا امريكا باسرائيل تعملوا لكم قطر وتفرج في الجزيره وشيخ. حل في المخ، احنا كان جينا عملنا ثورة على قاعدة، أمريكا هي الأولى راهي سندتنا. واش تحب تعمل لك؟ كي أنت شباب تمن بالشيخ. شنو تحب تعمل لك؟ تقول لك عديها على الشيخ. مصالحك قبل. الحل في مخك. في مخي. تتكلم في واحد، أنت ليه والله باهي هذاك. ماهوش باهي. ظهر بالمكشوف على يدين باجي قايد سبسي. وانه السراق الكبار ما تحسبش، حطوها في الكونستيتيوشن، خلينا نلعبوا لعبه صحيحه. ما تحبوا الحل؟ الحل وصلنا للقاع نتاع البير، ومازلنا واحد يوصل القاع نتاع البير وما ينط يطلع، احنا مازلنا قاعدين نحفروا تحت القاع مازلنا نهبط. شنو تحب الحل اللي نحب نعطيه لك؟ كلموني ستارك انتخبت فلان، نقول لك باهي. انتخبت المرزوقي قالوا لي باهي، قالوا لي تو علاش تقول اون بريفي تقولنا باهي؟ تيماني قلت لكم على الملأ طبصنا روسنا في مصب حشاكم تاع زبله. تي مبروك عليك كي تحب تهز مغادي يا نش. شنو العلي تحب نعطيه ورد؟ الحل اللي نعطيه ورد في كلامي الكل قبل الثوره وبعد الثوره. هذا هو الشحن. والسلام عليكم.